سلامتك. سلامتك. لأنك الإنسان تعمر الأوطان، نود لك سلامتك، نود لك سلامتك. ما أسعدك تزهو بتاج العافية، ما أسعدك تبدو بروح عالية، ما أسعدك صون صحتك واضحك لنا، فالطير يشدو حولنا يقول لك غايات بطلتها ياسمين. السادة أولياء الأمور، حان الوقت لنعرفكم آخر الطالبات المتفوقات في هذا العام الدراسي، فلنبارك جميعا للطالبة ياسمين محمد. مبارك يا ياسمين، مبارك لك. أمي خالة سلوى، لن أنسى دوركما أبدا، وأنت يا نورة دورك لا يقل أهمية، لطالما شجعتني وساعدتني على الدراسة، شكرا لكن جميعا. يا سمين، كنت واثقة بأنك ستقفين هنا يوما ما. شكرا لك يا صديقتي. سلوى، أتذكرين ذلك اليوم؟ بالتأكيد، قبل عامين من الآن، كأنه يوم أمس. هدى، لم يعد ثمة مكان للشك. اليوم أكد لنا المختص الذي زار المدرسة أن ياسمين تعاني مشكلة عسر القراءة، وبين يديك دليل على هذه المشكلة. معك حق. لا بأس يا هدى، تعلمين تماماً أن ثمة حلولاً كثيرة لهذه المشكلة، سنكون في حاجة إلى الجهد والصبر. ياسمين، دورك الآن، ونحن سنساعدك. طيب سأحاول. لا أستطيع. ياسمين اهدئي يا ابنتي. لا بأس، نحن سنجد الحلول المناسبة. ياسمين تعالي لنلعب. أنا قادمة. بعد أن بحثنا كثيرا وجدنا العديد من الحلول والأدوات التمكينية، والحمد لله فقد أثمرت تلك الحلول في مساعدة ياسمين على القراءة. هذا البرنامج واحد من أهم الوسائل التعليمية المساعدة، فيه اعتماد على الحواس المختلفة السمعية والبصرية. يجب غسل اليدين قبل التناول الطعام وبعده. رائع، أحسنتِ. إلى الجملة التالية. اسمع واصبر، شجع أكثر حتى تصبح أقوى أقدر. اسمع واصبر، شجع أكثر حتى تصبح أقوى أقدر. تشجيعك يجعله سهلا، ما كان يرى يوما أعسر. تشجيعك يجعله سهلا، ما كان يرى. أنا جائعة جدا. على عيني يا حبيبتي، بدلي ثيابك واغسلي يديك وسيكون الطعام مجهزا. حتى الطعام كان له دور في حل مشكلة ياسمين. أي فكرة ذكية خطرت في بالك يا سلوى؟ سين شين صاد ضاد جيم
حاء. أحسنت يا بطلة، لنصنع مزيدا من الحروف. شكرا لك يا سلوى، دورك لا يقدر بثمن، بذلت جهدا كبيرا للتخفيف من مشكلة ياسمين ومن معها. أمي هيا تعالي، عصافير بطني تزقزق. طيب طيب، أنا قادمة.